تمرير الحيدري والحق ويرجع يرجع خالد الحيدري يستغل ترجي النقطة العددي في الهجوم الأول. كل العملية كلاسيكية تصير في كرة اليد. عملية التسلسل تحرير الجميع. لعب خلى ورثة كبيرة لحمد لكن كيف باللعب الربع خارج من الخسارة بدون ضغوطات وهذه هي النتيجة الآن. فحرام للجمهور الدبي والهدف تسجيل فرق من الهيدر. هدف مبين بأن لاعبي الدبي أربعة يعني ما كانش عندهم أي فرصة أو كسر يعني شوف الوضعية اللي خلى على الأفريقي الآن. عفوا قنبلة خالد عزوز هجوم عكس بوش بن علي خالد الحيدري إبراهيم لغا ولا تقريبا 20 ثانية يرجع الترجي بسبب هذا مع الاسف نقوله فعلا خروج انيس المحمودي من بعض الجمل الهجوميه التكتيكيه الممتازه الى هذا اللقاء. حسام حمام يقطع الكره مره اخرى خالد الحيدري بس مرابط وجه لوجه يمر ويرجع. المره هذه نجم نقولوا في بعض الاحيان طبعا الكره ما تحضر وتغيب لدى اللاعبين. 23 19 هدف عن طريق خالد الحيدري. إعادة تحرير الجناح هو ترجع الكرة للترجي خالد الحيدري حسام حمام حاول المرور إلى أنيس القفي يفتح الزاوية ممتازة جدا والهدف بأكثر راحة. 5 أهداف فارق حاول يبحث هنا على الفريق أكثر من القوة في التسديد. برشا عروض فيها برشا استبعادات فيها برشا تشنج فيها برشا توقف بالنسبه للسادة المشاهدين اللي وابتدى وسيم هلال يا خالد الدوليين بسام المرق الى ابراهيم لافا يوصل الكرة ممتاز يوصل الكرة للجناح والهدف هذه جملة هذوما نحبوا نتفرجوا فيها كرة توصل للجناح الجناح هذوما الكرة الجملة نحبوا نتفرجوا فيها الجملة التكتيكية الثانية تصير في مباراة كيف يغير دفاعه دفاع رجل لرجل محمود الغربي الى خالد الحيدري يفتح الزاوية ولا ممتاز الهدف خالد الحيدري 24 19 5 اهداف فارق عن طريق خالد الحيدري الدين حميد ماهر بن عبد الله مستوى المحور سيف الدين حميده ما توصلش الكره للراي العريبي. ترى هذه ابقى على سليم الزيني نحكي لك في العاده بتاع الموسم هذا بينه وبين وسيم هلال خالد النتيجه هذا ما سنكتشفه في بقيه رد هذا الشوط الثاني. حيدري يخرج مكانه خالد حيدري ترجع الكره حسام حمام الى جابر يحيوي حسام حمام تغيير مراكز خالد الحيدري ممتازه العمليه ممتازة التمريرة والهدف تمرير كان الكرة أنا عبد الرحيم برياح كان بإمكان التمرير للجناح كان في طريق فما أجريسيفيتي يعني كبيرة على الحامل الكرة ترجع الكرة أسامة حباب جابر يحيى خالد الحيدري ممتازة جدا ممتازة من خالد الحيدري 19 15 هدف في برشا سرعة من هذا اللاعب اللي وقع دعوته للمنتخب الوطني التونسي الأكاديمي ياسين سامي امام مراد السطاري ودخول بقوه ناصر شبيع خالد الحيدري خالد الحيدري مر وسط السطري ولكن يرجع يرجع باصرار كبير من خالد الحيدري 18 دخول بقوه فعلا دخول بقوه حسيت الحكم هذه الاعاده بتاع هدف خالد الحيدري نشوف الاصرار والحكم يخلي له الاسبقيه ويسجل الهدف هاي الاعاده شكرا سامي الشرغمي والزملاء التقنيين على مستوى الحفله عقاب وقيم الصنعي يقوم بالحركات التسخينية رقم 20 وهجوم خالد الحيدري ممتازة جدا من خالد الحيدري ممتازة جدا شوفوا العملية تستحق الإعادة بالصور البطيئة حتى الفنيات ثانية ونجح حتى الفنيات ومغلط حار زريات بسيط زريات ونجح خالد الحيدري سرعة كبيرة يا اللاعب سريع خاصة في نصف يظل بليل دفاع الترجي أكثر ما نقولش اجريسيفيتي اما لس اكثر ورمي 7 امتار اللي فيه خالد عملية التغيير بين الدفاع والهجوم خاطر النجم يغير عنده عناصر في محور الدفاع يغيرهم في كل
السيد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية السيد سمير بيخ مقاديدة وأنيس القطري كالعادة كما جرت العادة في مباراة كرة اليد انطلاق المباراة مباراة القمة بين جماعة مباراة معناها فرجوية ترجع الكرة لأنيس القطري حاول يبعد النقص العددي للدرجة الرياضية التونسي والهدف بخمسة لاعبين يعادل الكفة هذه من نقاط قوة الترجي اللاعب خالد الحيدري اللي دائما يكون حل مناسب خاصة في هذه الوضعيات الحرجة ونقص العدد اللي ترجع للسوق ما نقدرش فريق وسجل هدف ترجع الكرة ودخول مهدي الجوادي مكان يوسف بن علي خالد الحيدري يفتح الزاوية والهدف إلى حد الآن نسبة نجاح 100% لخالد الحيدري 11 مقابل 10 ممتازة من خالد الحيدري أمامكم سيف العياد الحكم شوفوا العملية سليمة من خلال دخول المنطقة رغم أنه سكر الزاوية مليحة عمر شعباني لكن خالد الحيدري يغالط الجميع وينجح ويكون الهدف جندوبي جلوس دفاعية بالأساس رأي عاج جدا من خالد الحيدري 13 مقابل 12 ومرة أخرى نفس العملية كلاسيكية بسام رابط قاعد يلعب مليح بخالد الحيدري اللي يفتح الزاوية ويسجل أصلا الدفاع متقدم بلال يلزم معناها تغطية برشا للجناح خالد الحيدري والهدف الهدف أول هدف لخالد الحيدري في الشوط الثاني 25 يعني في كل 3 دقائق هدف مقرر بالشوط الأول ما مفروض كل 40 دقيقة هدف أو أقل كل 40 ثانية 40 ثانية عفوا مهدي بودينا جيلان إمامي الكبير اللي قدمه ترجي وبرشا لاعبين اليوم ممكن ما كانوش في نهاره 31-27 خالد الحيدري يقلص الفارق 4 أهداف فارق الشاوني الأخيرة ووقت مستقطع يطلب المدرب ثابت محفوظ اللي طبعا يحب الهجوم الأخير يكون مركز أكثر وانتصار مستحق لجماهير الحمام كفي مجازفة خالد الحيدري يوسف بن علي يلقى جاب اليحيوي حاول المرور للجناح وينجح خالد الحيدري 24 أول هدف لخالد الحيدري في المباراة أول هدف ليه والتصدي من وسيم هلال والكرة ياخذها المدافع خالد الحيدري تصدي هام برشا لوسيم هلال الحيدري خل الحيدري في الدفاع خالد الحيدري وثم خطأ في الهجوم على مستوى ثم مساحات تكتب من الجانبين يلعبوا بصفاقس تستقبل نور الرياضي بأريانا اليوم في الساعة 18 ثم الأمل الرياضي برجيش يستقبل الجمعية النسائية بالساحل هذا هو رباعي دور نصف النهائي بالنسبة لكبريات كرة اليد 22 دقيقة لعب 8-7 وزي معناتها نسبة قليلة من الأهل في أعصاب يعني الكرة كما اللي شفناها في اللقطة الأخيرة من شباح فيها برشا خشونة تعتيد نجمة بناء نجمة لفائد الطريقة الدرجية الرياضية التونسي محاولات الدخول ولعب جناح يسجل الهدف اللاعب رقم 10 خالد الحيدري يسجل ثاني هدف فريق الدرجية الرياضية التونسي هدفا مقابل الواحد حدود 5 دقائق الأولى من هذا الشوط الأول يا 5 دقائق اللي جست الجون ديالهم كان طلق بأن جوار كيفي لونجاجمون وهو يتسلى ترتيب مجموعة لكن كان تدخل من طرف الحارس وهذا أول تفوق في حدود تقريبا حتى نص نهاية اللقاء الفريق التونسي هدف واحد 11 مقابل 6 لأن مباراة الترجي التونسي غادي يستغل 6-5 الفريق التونسي وزير جيد رائع جيد ثم على طرف الحارس الحيدري وزير بجانب طرف اللاعب يدير في الخلف تمريره جميله جدا